مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من ميعاد سلام، حنتواصل معكم كل يوم جمعة على مدى ساعتين متواصلتين. بالضبط، والله زمان. السلام عليكم مشاهدينا، أكيد وين ما كنتوا تتابعوا فينا في جميع ربوع ليبيا الحبيبة، نمسوا عليكم أكيد أو نصبحوا عليكم بالخير فيها اللمة الحلوة إن شاء الله تجمعنا بكم بعدة مواضيع أكيد متنوعة لليوم. ننشر أول موضوع سارة، حيكون معنا أسواق يوم الجمعة، تقليد أسبوعي للتسوق. أيضا حيكون معنا الحرس البلدي وحنشوفوا دوره في توعية المستهلك. الموضوع الأخير في هذه الحلقة، سنتحدث عن قيم التسامح والعفو في الإسلام. جميل جدا، لكن كالعادة نمشي نشوفوا مطبخ كرام شو فيه اليوم. صباح الخير. صباح الورد عليكم، وحلو موضوعنا احنا نطلع الصباح طبعا، وخاصة مشاهدينا اللي يستنوا في ميعاد سلام وعودة محمد معانا. هو انت تدوري فيها للهوني نوض الصباح في عارف. صباح الخير اكيد على كل من يتابع فينا في ميعاد سلام، وزي ما قال محمد وساره نحن حنطلوا على مشاهدينا كل يوم جمعه لمده ساعتين، وبما ان طبعا اليوم موسم المولد النبوي او ذكرى المولد النبوي، معروفين احنا بان احنا لازم نديروا رشته كسكاس يوم الموسم، فاليوم الوصفه حتكون او حنحضروا رشته كسكاس طبعا بتفاصيلها على الهواء. ويا طيب فرحه الهون اليوم. رشده ولا رشته؟ مش عارف، احنا نقولوا رشته، فيقول لك رشده فيقول لك هذا الصراع اللي صاير، بتخالفوا عليها. بس الحلقة الأخيرة هي نفس الأكلة. نفس الأكلة، يعطيك الصحة إن شاء الله. أكيد حنشوفوا التفاصيل خلال الفقرة. هذا ملف طويل موضوع الرشدة، لكن اليوم الباين الغدوة هنا بتكون 100% برعاية الجيد. نمشي لأولى الفقرات مشاهدينا الكرام، بلد الطيوب بلدي، نسمعوها مع بعض وراجعين لاستكمال حلقتنا الأسبوعية من ميعاد سلام. بلدي وما بلدي سوى حقط الطيوب ومواقع الأقدام للشمس العود. بلدي وما بلدي سوى حقط الطيوب ومواقع الأقدام للشمس. كانت طفلة الدنيا أيام كانت طفلة الدنيا فالحب والأشعر في بلدي دروب، فالحب والأشعر في بلدي دروب، والياسمين يكاد من وله يذوب ولا يكون. رائع الأغاني هذه على الصبح. جميلة جدا على الصبح. أكيد مشاهدينا من المعروف أن في عادات خاصة في يوم الجمعة تبدأ من الصبح الباكر، منها التسوق وخاصة من أسواق الشعبية في يوم الجمعة تحديدا، أكيد نعرض فيها أو تعرض فيها منتجات متنوعة وبأسعار مختلفة عن باقي الأيام. ينضم لنا سارة من أحد الأسواق الشعبية في طرابلس، مراسل شبكة سلام نسيم نائل. نسيم أهلا بك. اهلا بك محمد، واهلا بساره واكرام، كل عام وانتم بخير. بمناسبه ذكرى المولد النبوي، احنا عارفين ان اليوم الموسم، وكل عام وكل مشاهدينا بألف خير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب وكل المشاهدين. نسيم، من مكانك كيف تصف لنا حركه الناس اليوم في السوق؟ أي طبعا محمد، احنا الان امام او خلفنا بالتحديد سوق الجمعه المعروف السوق الشعبي هذا اللي موجود من القدم. احنا عارفين ان ايضا هذا السوق نقدر نقوله مقسم من الاقسام داخله، الاشياء اللي تنباعها داخل هذا السوق يعني تنقسم من مواد غذائيه وملابس، وايضا اكرمكم الله الحيوانات. الان احنا نعرف ان المولد النبوي
وعارفين ايضا ان هناك العاب ناريه والقنديل والحاجات اللي يتم بيعها بمناسبه هذا المولد الشريف. فالسوق تقدر تقول اليوم يختلف عن باقي ايام الجمعه، يعني اليوم عليه اقبال كبير جدا، ما قدرناش حتى نخش داخل السوق، قعدنا واقفين خليناه خلفنا يعني بحيث ان نقدروا نوصل لكم الصوره بشكل واضح، لان الازدحام كبير جدا. السوق هذا مثل باقي الاسواق الشعبيه يختلف ويتميز على غيره من المحلات، المحل العامه والاسواق، انه هو اسعاره رخيصه جدا، الكثير معتمد على السوق هذا من العائلات اللي ما يقضيش طيله الاسبوع، وكل يوم جمعه ياخذ قضيه اسبوع ومعتمد على هذا السوق انه هو ياخذ منه في القضيه، اضافه لان هناك في خضار وغيره. هذا السوق يتميز على غيره من الاسواق الشعبيه، مساحته كبيره جدا وجاي وسط البلاد، واحنا عارفين ان هذا السوق جنب سوق الثلاث بالتحديد، اي يعني وسط البلاد بالضبط. طيب. فدائما حتى احنا نعاني من مشكله في طرابلس، قصه الباركينج وين يتم تدريس سيارات المواطنين، في هذا السوق تقريبا في باركينج ولكن اخذ مساحه كبيره برضه من طريق الشط، وانتم زي ما شايفين يعني الازدحام كبير جدا، ولكن الاجواء بشكل عام يعني هائله جدا، الاجواء جميله، كل المواطنين اليوم طالعين مبسوطين وفرحانين بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، والسوق يشهد ازدحام كبير جدا. طيب نسيم، تحدثت لنا انت على السوق والاجواء والازدحام، احكي لنا ايضا شنو هي السلع المعروضه في هالسوق اليوم؟ أنا ذكرت قبل هيك سارة، قلت أن هذا السوق يحمل الكثير من الـ يعني لو صنفنا احنا قلنا في مواد غذائية وفي خضار وفي ملابس، في أيضا أكرمكم الله قسم أو جهة خاصة بالحيوانات. طبعا احنا لازم نعرف أن هذا السوق مش بس للمواطن العادي البسيط اللي عنده بعض البضاعة يقدر يجي يبدأ بها بسوق الجمعة ويبيعها، فيه الكثير من المحال من سوق الكريمية وغيرها من محلات الجملة أيضا تعرض في هذا السوق. احنا عارفين أن داخل السوق فراشة، يعني الكل مفرش واللي مداير قيطون، الأجواء تختلف داخل السوق، يعني تخشوا في جو زمني شوية وجو طرابلسي ليبي أصيل، تحس أنه فعلا في راحة تختلف عن باقي الأسواق. احنا عارفين أنه عندنا أسواق ثانية ربما شعبية، ولكن السوق هذا ليه تأثير خاص أو ليه رونق خاص يعني. طيب خلينا نتكلم شوية عن الأسعار، وهل فيه قدرة شرائية أو في إقبال بال من المواطنين على شراء السلع؟ طبعا انا حننقل الصوره باعتبار ان اليوم معيش ضيف يعني حتى يكون معي، لان احنا شويه يعني خلفنا والازدحام كبير جدا، فما قدرناش ان يطلع معنا ضيف، ولكن حسب الجوله اللي درناها في السوق قبل ما نطلع معكم على الهواء، الاسعار مناسبه جدا، الاسعار نقدر نقول في متناول الجميع، ومكان عن مكان يختلف، تلقى احيانا زوز فراشه في جنب بعض ولكن الاسعار تختلف بيناتهم. ديما السوق هذا مش بس اليوم، في كل يوم جمعه حتى قبل، دائما الكثير ذكرت ان من العائلات يتجهوا للسوق هذا خصيصا لانه هو اسعاره تختلف عن الباقي، ليش؟ لان السوق هذا يحمل الـ يعني في مواطنين يبيعوا، في تجار من مختلف المدن مش بس من طرابلس، في ناس تنزل من ترهونه، في ناس تنزل من مصراته، الزاويه وغيرها من الاماكن اللي على الاقل نعرفه ان في بعض الاماكن عندها مزارع وعندها خضار انتاج وطني يعني، فبالتالي لما تجي تبيع في هذا السوق حتكون الاسعار مختلفه تماما، وحتكون بسعر مش منافس وانما منافس بقوه لباقي الاسعار الموجوده داخل طرابلس وغيرها وخارجها يعني. طيب شكرا لك نسيم النايل من طرابلس، من تحديدا من سوق الجمعه، شكرا لك، شكرا على مجهوداتك، وكل سنه وانت طيب. شكرا لكم، اكيد شكرا شكرا. هو احنا نسمع حتى بعض اراء المواطنين، ولكن زي ما حكى هو قال لك الوضع زحمه شويه وممكن حتى الصوت ما يكونش واضح. صحيح. جميل لما يطلع المواطن ويحكي لك هو عن الاسعار وعن وضع السوق بشكل عام حتى توصل المعلومه بشكل سلس اكثر. واضح ان اليوم فعلا اليوم السوق غير يعني على الايام الماضيه، ازدحام يكون اكثر لان اليوم موسم زي ما نعرف، وغدوه ذكرى مولد النبوي الشريف، فاكيد حتكون طاولات، في طاولات خاصه بالالعاب وخاصه بالدرابيك للاطفال. هذا اللي كنت حنساله لك نسيم، الموضوع هذا، هل فيه اليوم بضاعة خاصة بالمولد أو ذكرى المولد النبوي الشريف أو لا، موجودة في سوق الجمعة أو لا؟ يعني هذا السؤال اللي كنت حنوجهه له. حيكون معنا طبعا مشاهدينا الكرام حبوا النوه، حيكون معنا أيضا مراسلنا من أحد الأسواق في مدينة مصراتة، حيلتحق بنا بعد شوية مراسل شبكة سلام رضوان
خشام. سارة أنا مش عارف، أنا لي زمان بصراحة على سوق الجمعة وكذا، يعني هل كان عندك زيارات للسوق؟ أكثر شيء أنا ممكن السنة اللي فاتت المدينة القديمة، يعني نحب نزورها كل ميلود على الأجواء الحلوة اللي فيها وريحة، تحس ريحتك العيد فيها، يعني الناس والطاولات والألعاب والازدحام، هذاك يفكرك بأيامات زمان، فنطلع ناخذ هيك شوية ألعاب وشوية حاجات للصغار ونتفكر فيها أيامات قبل، وتاخذ الرب وتاخذ حاجتك يعني والعسل وكذا باش تدير العصيدة، فأني ديما نمشي للمدينة القديمة ديما ضروري. أصلا في هلبة سلع مش حتلقيها إلا في سوق الجمعة، وفي اللي تصور يا سارة في اللي يمشي حتى كنوع من السياحة يدهور بس، يعني مش ناقصة شيء هو، لكن يبي يمشي يشوف السوق. وحسب ما ذكر نسيم قبل شوية قال إن الأسعار في متناول الجميع، يعني في فرق كبير بينها وبين المحال. وذكر معلومة مهمة أنه قال حتى بعض أصحاب المحلات يعرضوا في من الكريمية وكذا، يحكي عن المواد الغذائية، يعرضوا في سلعهم ومنتجاتهم في سوق الجمعة، وبالتأكيد حيكون الأسعار تختلف، زي يعني مش زي لما تمشي للمحل. صح فعلا. درت عصيدة ولا مازال؟ لا مازال. غدوة بدي لها ولا اليوم؟ إن شاء الله. غدوة عندك رام العصيدة. اليوم تاكل رجدة هنا. طبعا، وغدوة بناكل العصيدة عندك كرام إن شاء الله. إكرام. إكرام البضاعة بتاع الرشدة من وين؟ من سوقه؟ أكيد طبعا. نط الصبح اليوم تسوقت إكرام. لا هو لو شاف أصلا الستوري بتاعي فلقاني من الصبح وأنا نايضة مبضع، يعني. أحكي لنا كيف خديتي بضاعتك اليوم؟ أنا من الناس اللي نحب وخاصة الأكلات التقليدية، يعني نحب خاصة مبدأ الحم فيها أو فيها حتى لو كانت خضرة، يعني نحب إن هي تكون طازة، ما تكونش حاجة مثلا واخذتها قبلها بيوم أو مجهزتها. صحيح. بس إحنا المتعارف علينا تقريبا ديما في المناسبات ممكن نجهزوا قبلها بيوم بحكم أن تبدأ عائلة كبيرة، فصعبنا يجهزوا في نفس اليوم. بس أنا نحب عندي يعني حب أن ننزل ناخد الحم بروحي، ناخد وما نعباش على حد، يعني خاصة طيب. الشباب ما يعرفوش يشروا أبدا. على قد ما توصي تلقي جايب لك حاجة يعرفوا يشروا في حالة بيديروا مكرونة مبكبكة بس، يعني هي هذه ممكن الحم يعني يجيبولك كويس، لأن الفلفل الحاجة أو الفلفل والباقي الخضرة بصلوا لك معدنوس ولا لا أي حاجة، هذا الموجود في السوق. والسمن والبهارات والدنيا. لا طبعا البهارات مستحيل، صعب يعني قليل تلقي حد من شباب يفهم فيها. صح. يعني صح، يعطيك الصحة. بالنسبة للخضرة نحس فيها دائما، يعني هذه المعلومة يكرروا فيها أكثر من مرة، أن جودة الخضرة في السوق الشعبي تلقيها أفضل من اللي موجودة في أكيد. أكيد طبعا أفضل، لأنه هو زي ما قال نسيم يعني يجي مرة في الأسبوع وتكون تحس أن الخضرة كلها فريش وطازة، يعني مش متاع زي المحلات تقعد بثلاثة أربع أيام أو حاجة زي هيك. فممكن السوق يوم الجمعة يكون أكيد مميز على الأسواق اللي أو اليامات العادية. صح، خلوك تكملي باقي رشدتك. مشروع. نمشوا محمد كده مشاهدينا معنا من مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية، مراسل شبكة سلام رضوان خشيم، مرحبتين بيك يا رضوان. يا رضوان صباح الخير. أهلا وسهلا بك سارة، صباح الخير، كيف الحال؟ صباح الخير، كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. بداية يا سارة ومحمد نصبح عليك أنت وإكرام، إن شاء الله جمعة سعيدة. إحنا حاليا موجودين في أحد الأسواق الشعبية في مدينة مصراتة المعروف بسوق المنقوش للخضروات. طيب بالحديث عن الخضروات طبعا في تفاوت بين الأسعار والجودة، ولكن حركة السوق، وصفنا حركة السوق. حركة السوق اعتيادية جدا من الصبح. حركة السوق اعتيادية جدا من الصبح بدري، الباعة يفتحوا تقريبا من الساعة 6 الصبح، الخضرة طازة كلها والناس يعني في رضاء على جودة الخضروات، ولكن الرضاء هذا ممكن ما لمسش الأسعار، فالأسعار ممكن فيها شوية غلاء، لكن العناصر الأساسية للخضروات زي البطاطا والبصل والطماطم ممكن هدينا أسعارهن مناسبة شوية، زي تقريبا البطاطا بثلاثة دينار، الطماطم بدينار ونص، الفلفل ممكن غالي شوية بخمسة دينار، في حتى الفواكه ممكن غاليات، المواطن البسيط ما يقدرش أنه هو يشريهن، زي الموز بسبعة دينار والتفاح هو بسبعة ونص، فيعتبر غالي شوية. لكن بالمقارنة بسوق اللحوم في أسعار غالية ومنخفضة، زي مثلا سعر الخروف الوطني أو سعر كيلو الخروف الوطني يعتبر
غالي نوعا ما ب 40 دينار سعر الحقيقه مبالغ فيه جدا، لكن الخروف الاسباني الكيلو نتاعه ب 25 ممكن اقل، العجل يتراوح سعره من ال 20 لل 25، فممكن ان هو اغلب المواطنين راضين على هذه الاسعار، لكن يعتبر سعر كيلو لحم الخروف مبالغ فيه جدا. بدايه من الصبح لما جينا احنا هنا كفريق العمل لاحظنا شيء عند الناس في قوائم الشراء عندهم، حين اختلسوا في النظر شفنا ان في عنصر مهم حاضر عندهم بقوه، واللي هو الرب والعسل والسمن والزبده، شفناها تقريبا في اغلب الاكياس للناس. يبدو ان التحضيرات للعصيده وللمولد على قدم وساق، نتمنوا لهم الناس يعني عيد او مولد نبوي مبارك. لكن هنا يعني في رضا على الاسعار بشكل عام، لو بعض الاسعار مبالغ فيها، لكن الناس يحبوا، حتى هي جزء من العادات والتقاليد ان الشخص ينوض بدري يجيب صغاره ويجي ويشري. شفت انا من بدري جد جايب احفاده، ممكن 6 أو 7 أحفاد، فمخليهم كلهم ان هم يوازوا ويختاروا الخضره، الشيء هذا ممكن ان هو يسقل فيهم حب المطبخ او حب ان هم التعاون، فكل واحد يختار في حاجه ويوري فيه هم على فكره هذه كويسه هذه مش كويسه هذه ممكن جودتها احسن من هذه. ففي الحق صور ومناظر جميله داخل الاسواق الشعبيه. زي ما ذكرتوا انتم في البدايه ممكن المحلات التجاريه تكون اغلى وخضرتها ممكن تتراكم لايام اطول وجودتها اقل، فعشان هيك الناس تحب ان هي تجي الاسواق الشعبيه، بالرغم من حتى ان الاسواق الشعبيه هذه تحتاج لتنظيم تحتاج لرقابه، لكن في كل الاحوال تعتبر هي أفضل من المحلات. طيب رضوان، أنت تكلمت لنا على الخضروات وعلى اللحوم، هل السوق اللي أنت موجود به هذا السوق المنقوش هل فقط محصور فيه الخضروات واللحوم والفواكه، أم أنه هو يعني زي الأسواق الأخرى فيه سلع أخرى كالملابس المواد المنزلية إلى غير ذلك؟ لا، هو ممكن أكثر شيء خضروات لحوم، أيضا في مشات هنا تبيع في الورود، لكن ملابس ما أعتقدش، ممكن في شوية أحذية أشخاص يبيعوا في أحذية هنا، لكن ملابس لا يوجد في أسواق أخرى داخل مدينة مصراتة فيها الأشياء اللي أنت ذكرتها يا محمد، لكن هذا السوق يمتاز تحديدا بالخضرة الطازجة والفرش، يعني الناس يحبوا أن هم يجوه أساسا علشان الخضرة. طيب شكرا لك كده رضوان، هذا يعني اهم شيء يعني الناس يحبوا انهم يجوا. ايضا في حاجه ثانيه محمد لاحظتها من الصبح، واللي هو الزيتون في اقبال كبير عليه بحكم انه هو فصل جني الزيتون. شكرا لك وشكرا على مجهوداتك وعليها التغطيه، وان شاء الله صباحك سعيد يا رب يا رضوان. هذا السوق في مدينة مصراتة مشاهدينا الكرام، أنا قال لك في غلاء في الأسعار هيك شوية، إن شاء الله نتمنى من أصحاب المحلات وأصحاب الأسواق إن هم يرأفوا بحال المواطن الليبي في عز الظروف ممكن اللي يمر بها البلاد، حتى أقل شيء حتى في المناسبات هذه نحاول شوية ننزلوا في الأسعار مش الكل يكون مبسوط وفرحان. احنا حنتكلم توا بشكل او من زاويه اخرى الرقابه على كل هذه السلع المعروضه، مع كثره المنتجات مشاهدينا والسلع التي تعرض في الاسواق الليبيه اصبح للحرس البلدي دور كبير في ضبط المخالفات من السلع الغذائيه وغيرها من البضائع المستورده والمخالفه. كذلك من مهامه ايضا متابعه مدى مطابقه ظروف التخزين للبضائع للمواصفات الصحية، غير أن المواطن يذهب في بعض الأحيان لشراء المنتجات الأقل ثمنا ربما دون التأكد من صلاحيتها أو مصدرها. هنا يأتي دور الحرس البلدي في التوعية والتحذير. حتى نتحدث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس عبر الأقمار الصناعية رئيس وحدة التحري عماد السايح. اهلا وسهلا بك سيد عماد، يبدو انه مش جاهز سيد عماد السايح. عموما حيكون معنا سيد عماد السايح رئيس وحده التحري بعد دقائق حتى نتكلموا اكثر عن دور الحرس البلدي، وهل هناك جولات دوريه على المحال التجاريه وعلى الاسواق، هل هناك ضبطيات جديده، العديد والعديد من الاسئله حنتكلموا عليها
أيضا سارة الصعوبات اللي يواجه فيها جهاز الحرس البلدي هو كغيره من الأجهزة عانى طوال الفترة الماضية من العديد من المشاكل، ولكن حسب ما سمعنا وسألنا بأن الوضع الآن أصبح أفضل وأصبح يزاول في مهامه بشكل أكبر على الأرض. فعلا زي ما قلت هو أصبح يزاول في مهامه بشكل أكبر، وحتى ممكن من السنة اللي فاتت وجاي نشوفه في دوريات ليهم على المحلات، وفي هلبة محلات يعني تم إقفالها، وفي اللي تم إنذارها أن هم يعاودوا الصيانة أو تنظيف المحلات من جديد، والمطاعم بشكل خاص حتى هم شفنا طبعا حاجات كبيرة للأمانة انصدمنا. صحيح. فحلو أن احنا حتى اليوم يكون معنا حد من الحرس البلدي ونتكلموا على حتى الميلود والطاولات المعروضة فيها الألعاب. صح. والحاجات اللي ممكن تكون خطيرة، زي ما نعرفوا كل سنة ممكن يكون في خط تلوح في ألعاب نارية خطيرة للأطفال، نشوفوا شن المهام اللي قاموا بها في مسدسات وفي خطورة على الأطفال خصوصا الأطفال اللي هوني انت شلت لهم الالعاب بدري بدري ولا كيف؟ هذا هي والموضوع كله امس يعني تتبع حرس بلدي في الحاجة بصراحه طبعا العديد كل ما يخص الحرس البلدي بالتاكيد حنطرحه على السيد عماد السايح، وزي ما تكلمنا هل في ايضا دعم من الدوله لهذا الجهاز؟ نشوف في سلع غير معروفه المصدر، في منها مهرب، في منها غير مطابق للمواصفات يدخل للاسف الشديد الى ليبيا، ونشوفه في المحال سواء من غذائيه او غيرها. ساره في حاجات ممكن طايحه صلاحيتها، في خضروات ما تصلحش للبيع، في قلة نظافة أحيانا، عمالة أجنبية، عمالة أجنبية بدون شهادات صحية. فنتمنى إن شاء الله يا ربي إن بس إحنا خايفين لا قدر الله الاتصال ما يمسكش معنا. لا لا كويس لا. هو معنا تمام 100% من طرابلس مشاهدين عبر الأقمار الصناعية ينضمنا كده رئيس وحدة التحري عماد السايح. أهلا أهلا وسهلا بك سيد عماد. أهلا وسهلا بك. طيب بداية خلينا نتكلموا يعني تو كنا ندردشوا أنا وزميلي محمد الهوني عن دور جهاز الحرس البلدي في الساحة حاليا، وشن ممكن كغيرها من الجهات اللي هو يعاني أكيد كغيرها من الجهات اللي تعاني من العديد من المشاكل، هل نستطيع اليوم نقولوا أن اليوم جهاز الحرس البلدي يعمل بشكل جيد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من حيث برا نوضح لكم عن كيفية سير العمل بما يخص الحرس البلدي. طبعا كانت الجولات تخص كل من محلات المواد الغذائية والبيع اللحوم والدواجن والعيادات والمستشفيات وحتى محلات اللي هم المزينات التجميل، لأن عندنا واحدة نسية تخدم العمل هذا. طبعا كانت العمل جود مواد منتهية الصلاحية داخل محلات المواد الغذائية بشكل كبير الفترة السابقة. طبعا نعرف احنا في المنتجات تكون نهاية العام فيها صلاحية، وجود الصلاحية بشكل كبير داخل المحلات خاصة الغذائية. طيب سيد عماد، يعني احنا مقبلين على ذكرى المولد النبوي الشريف، ابرز التحوطات اللي قمت بها او الخطوات اللي اتخذتها بها الخصوص؟ والله كلام هذا ما فيش اي خطوه اتخذناها، لان كنا نشكله في لجان مع الامن وفي لجان بالخصوص الشيء هذا. انا كلام هذا ما كانش في اي لجنه بهذا الخصوص. طيب زي ما قلنا سيد عماد ان جهاز الحرس البلدي حتى هو يمر ببعض الصعوبات او بعض العراقيل اللي تواجه احيانا في اداء مهامه، شن هي ممكن نقول ابرز الصعوبات اللي تواجه في جهاز الحرس البلدي اليوم؟ والله الصعوبات طبعا الحمد لله ان نفضوا فيها في بالكلام الكويس، نخشوا المحلات والمواد الغذائيه والمستشفيات نواجهوا في صعوبات مع المواطن، لكن نتخذوا الاجراءات القانونيه ووفق القانون تصير هيك شويه هيك صعوبات مع المواطن، لكن الحمد لله نتيجتها تكون كويسه ما في شيء اشكاليه. طيب خلينا نتكلموا على ابرز الضبطيات اللي ضبطوها في سواء في المحلات التجاريه او في الاسواق او غيرها. يعني والله طبعا في المواد الغذائيه، نحكي عن المواد الغذائيه بالتفصيل، في المنتجات خاصه المنتج المعلب هذا يكون لما يكون مفطز
طبعا نحب ننوه المواطن في هذا المنبر للمنتج المعلب اذا كان مفطس او فيه صدع من الخارج اللي هو الخزيز الصدى الخزيز طبعا هذا يكون منتهي الصلاحيه ومتواجد بشكل كبير هذا في محلات المواد الغذائيه. طبعا مهما يكون صلاحيته حتى تكون صلاحيته ما زامت حتى 2021 يعتبر منتهي الصلاحيه لان في هذا ماده سامه اللي كان وجود فيه ثقب ودخل الهواء داخل المعلب هذا المركب تبدا ماده سامه. وطبعا كانت حتى جولات بخصوص العيادات والمستشفيات العامه والخاصه طبعا وجود شهائد صحيه مزوره وجود حتى اللدونات المزاوله طبعا حتى هي في عندنا لدونات مزاوله مزوره. وطبعا حتى في موضوع بخصوص النفايات الطبيه خاصه داخل المستشفيات العامه داخل مدينه طرابلس طبعا النفايات الطبيه هذه موضوع كبير جدا 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 وخطير لاحظوا فيه غير مهوش مفصول عن المخلفات العادية صحيح. واجهنا صعوبات كثيرة طبعا بالأخص مثلا ندعو على مستشفى معام في المدة السابقة تم الجولة عليها من خلال شهرين تم جولة داخل هذه المستشفى وجود المطبخ غير موافق للشروط الصحية طبعا بارك الله فيهم صينوا المطبخ وبدأ وفق للشروطات الصحية لكن الجولة متاع اليومين اللي فاتوا هذم وجدنا مواد منتهية الصلاحية داخل مختبر التحاليل في وجدنا حتى الشيشة هذه داخل جهاز المختبر اللي تعطي في نتيجة التحليل طبعا الصلاحية يعني تطلع النتيجة للمواطن صلاحية النتيجة غلط في غلط. وجدنا طبعا كانت لجنة هذه معنا الإصحاح البيئي طرابلس منين خشينا المستشفى لقينا سيارة نوع كنتر اللي احنا نوع الكنتر هذه 6 ضاده وجدناها معبية بالنفايات الطبية ماهيش مفصوله ماهيش معزوله على المخلفات العاديه مخلطه يعني الحين نقول مخلطه كلها في بعضها هيك محطوطه في اكياس كحل عاديه هي والمكان طريح بالدم كثير دم انا متواجد داخل المستشفى يعني هذه مستشفى عام. طيب استاذ عماد احنا نشوفه في نتابعه في صفحتكم ونشوفه في نشاطاتكم اللي تنشروا فيها من خلال الصفحه، هل تلاحظ حضرتك من خلال نشاطات اللي تنشروا فيها ان الشيء هذا ممكن ساهم في توعيه الناس اكثر؟ والله نتمنى طبعا احنا صفحه واحد دوريات التحري فرع جهاز حرس بيه طرابلس وعندنا حتى صفحه لفرع طرابلس نتمنى من اي خروقات تتواجه للمواطن يبلغنا على هذه الصفحه. شكرا. خروقات مواد غذائيه في المستشفيات في المصحات في اي خروقات تمس بيمن الغذاء والدواء للمواطن. نتمنى لكم التوفيق دائما سيد عماد السايح وإن شاء الله تكونوا موفقين في مسألة التوعية بالتحديد توعية المستهلك عن مخاطر بعض السلع اللي موجودة في السوق. نوه مشاهدينا الكرام حيكون معنا أيضا في حلقات قادمة كل يوم جمعة حتكون معنا نافذة على الحرس البلدي في ميعاد سلام من مختلف مناطق ليبيا. السيد عماد السايح رئيس غرفة التحري شكرا جزيلا لك. نمشوا مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير جدا ومن ثم راجعين لميعاد سلام. رجعنا مشاهدينا من جديد باش نستكمل حلقتنا، لكن قبل اكيد عندنا زياره لمطبخ اكرام ونشوفوا شو مجهزتنا اليوم في رجده اليوم. اكيد مرحبتين بكم من جديد. يلا هوني استحش المطبخ خليه يسطف وراكي. اكيد مرحبتين بكل من يتابع فينا وكل من انضم لنا في ميعاد سلام ونهاركم مبارك. اكيد كنا بدايه الحلقه اليوم بما ان موسم الميلود حنحضروا الاكله او الحاجه المتعارف عليها انه في كل بيت ليبي يوم الموسم نحضروا في رشه كسكاس. خلينا نشوف مقادير الرشه. حنستخدم كيلو من الرشه وحنقوله بشكل سريع كيفيه تحضيرها، كميه من قطع اللي هي اللحم الخروف على حسب طبعا العدد او حسب كميه الرشه احنا مستخدمينها اللي هو تقريبا حوالي حنستخدمه كيلو. عندنا كيلو ونص بصل يكون مقطع شرايح، كوب من الحمص وثلاث طبعا يكون منقع، ثلاثه
ملعقة طماطم حكة أو طماطم معجون، عندنا ملعقة من السمن وربع كوب من الزيت. بالنسبة للتوابل حنستخدم ملح، فلفل أحمر، وملعقة من الإبزار، ونص كشيك قرفة، لو تركزوا ملعقة وكشيك، ربع كوب من ربع ملعقة صغيرة من حرارات البصلة طبعا، وأكيد حنستخدموا كمية من الزهر. هذه طبعا مقادير الوصفة، وأكيد حنبدوا في التحضير أو حنستكملوا تحضير الوصفة أكيد بعد شوية، صح؟ صح. أنا في حلمي كبير، داخلي بذرة خير، أمنياتي ملء روحي، بطموحي أستنير، همتي فوق النجوم، أطفأت كل الهموم، في طريق النور أمضي ما غفت عيني يوم، بالأمل حلمي اكتمل واكتسى أبهى الحلل، وابتدى عمر جديد مثل نور الشمس هل. استعمالك لمواد شركة الجيد، ماكلتك أكيد حتكون لذيذة وأكثر من جيد. أكيد مرحبتين بكم مشاهدينا من جديد، وشفنا مقادير وصفتنا قبل الفاصل. وطبعا أكيد ننوه لمشاهدينا، نحن اليوم منتجاتنا أو وصفتنا تقريبا شبهنا هي برعاية شركة الجيد، مستخدمين زيت الجيد، برضو طماطم الحكة، وأكيد شركة الهمر اللي طبعا ديما معاونتني ومساعدتني في الآلات الكهربائية اللي استخدموا فيها خلال الفقرة. أكيد حنبدو في التحضير معكم مشاهدينا ومع سارة ومحمد. أنا درت خطوة قبل باش نسعف يعني الوقت، حطينا كمية البصل والبصلة حطيتها على النار، ما ضفت لهاش ولا حاجة غير إن شوية من التوابل اللي ممكن إحنا هنستخدمها بس كمية بسيطة جدا، وخليتها على نار هادية تنزل ميتها ويطيب البصل معانا. في طريقة تانية، في بعض من الناس يديروا فيها في الكسكاس، يبوخوا في البصل وبعدين يحطوه في طنجرة ويصبوا عليه المرقة، فالموضوع عادي يعني سواء كان درناها في طنجرة أو في كسكاس ما فيش اختلاف. بيقول لك في الكسكاس خير تنزل ميتها ومية البصل مع المرقه. هي هذا علشان انا حطيتها قبل بوقت باش تنزل الميه نتاعها، باش بعدين لما نضيف عليها المرقه ما تكونش فيها كميه ميه كبيره. حنستخدم طبعا كميه من الزيت اللي هو طبعا زيت الجيد، وحنستخدم عندنا طبعا طماطم الحكه برضو. في حاجه بنوه عليها خاصه في البصله او في المسقي بصفه عامه، ضروري ما يكون نوعيه الطماطم يكون كويسه باش ما تجيش لونها اسود مثلا. اسود فنستخدم شركه كويسه يعني عن تجربه بالنسبه لي انا طماطم الحكه نتاع الجيد بصراحه ممتاز جدا، وحتى جربتها في اكثر من وصفه فحسيت انه ما يعطيش طعمه الحاجه، ما يكونش قارص لان هذه ممكن اكثر مشكله تواجه في ربات البيت، ان هي ممكن طماطم تقول لك ما نطيحش طماطم كويس، بس لما تغيري الطماطم نتاعك تاخذي نوعيه ثانيه فاحيانا تطيح فيها اما اسود يا اما خايفه قارص. تعد لابس ابيض اليوم الكبال العربيه بالرشطه. وانا شفت طلعت الغاز وغاز سخن، خلينا نوخره شويه باش ما هناخده. طبعا اللحم بتاعنا انا مجهزه الرشته، مديرت لها طبعا تبويخه قبل يعني تقريبا بحتاج، وحتى هذه طبعا يختلفوا فيها، في مثلا بوخها ثلاثه مرات وفي لي مرتين يعني مره تكون
بيضة ومرة بالمحببة يعني بالمرقة، بس بالنسبة لينا ندير فيها ثلاثة مرات، يعني مرتين تكون بيضة وثالث مرة اللي هي تكون محببة بالمرقة زي ما نعرفه. من لما تشريها من السوق جاهزة تبخيها؟ لا على حسب، ما أنت لو شريتها أنا ما شريش فيها جاهزة في العادة، يعني حضر فيها في الحوش، فطالما حضرتها في الحوش معناتها أنت بتبوخها ثلاثة مرات. بس لو خديتها مثلا جاهزة من من السوق تكون مبوخة، فحتبوخها مرتين بس. مرتين. حط كمية اللحم وهذا كبصل حتى هو ايه اللي هي البصلة، بس لازم شوية في المرقة نحط شوية بصل. يا سلام عليك. بكفي وموفي حسب القناة كلها ان شاء الله. كيف عاد المهم ما تقولوش كلام قصر. هذا هنحط الدباير طبعا، نخلوها شوية في الزيت اللحم والبصل ومعها التوابل. ناخذ كشيك، خلينا نبدا بالفلفل الاحمر. طبعا الفلفل الاحمر على حسب كل واحد والفلفل بتاعه، في اللي الفلفل بتاعه حار مثلا او هيك ممكن نستخدمه كميه بسيطه، بس المهم ما يكونش يعني المسقي بصفه عامه ما يكونش حار، يعني مش صح. مش زي المبكبك، في ناس تحب تدير حتى المسقي حار. تقريبا عندنا نص كشيك كبير بزار، الملح برضو. ما حطيتش على البصل الملح لان حنستخدم المرقه نفسها، يعني ما فيش داعي ندير في البصله ملح. برضو كميه الحرارات والقرفه، ممكن القرفه نحطه كميه بسيطه جدا في البصله، بس الحرارات ما نحطوش علاش انها حيخلي لون البصله اسود او حتكون لونها داكن. وطبعا احنا زي ما متعارف عليها بالنسبه لنحكي على البصله الطرابلسيه لازم تكون شويه فاتحه، يعني فاتحه ما تكونش لونها داكن. فهذا علاش فكره اني ما حطيتش توابل فيها على طول، بنضيف لها من المرقه باش ما يكونش لونها داكن معنا. فحنحط شويه من الحرارات والقرفه في المرقه نفسها. أنا صح في فترة كنت نحط في الحرارات في البصلة، فتجي البصلة مش حمراء، يعني مش ايه تحسيها لونها مغامق، تجيك داكن شوية. أيوة، فديما حطي التوابل هذه في المرقة، وبعدين المرقة نفسها تاخذي منها وتحطي فيها. حنستخدموا الطماطم زي ما قلنا، طبعا نوعية الطماطم برضو لها دور كبير، هو الطماطم الجيد تقريبا ثلاثة كوشيك كبار اعتقد ممتازات، بس انا اللي مستخدم زياده شويه تقريبا صح. إيه لا لان انا مستخدم زياده شويه بس العدد ما شاء الله دايره طنجره. إيه مناسبات طنجره عرس. لا المشكله مش حد طنجره عرس، بعدين الصينيه اللي بنحطها في الاخير حنحط صينيه صغيره بس. بعد جبنا قصعه بصراحه، في قصعه عندك مفروض؟ لا ما عنديش. رد بالك. البصل سبحان الله قد ما ناكله قد تبدا حاجه المسقيه بالبصله لها طعم خاص ولها جمعه خاصه. اكيد، وخاصه في المناسبات، يعني توزي مناسبه الميلود او حتى في الاعياد، او يعني تحس انه كل مناسبه ايه، وخاصه يوم الجمعه يعني. فالموضوع تحسيها تلم العيله، ما نعرفش تحس فيها الاكلات المميزه اللي تمشي معانا، يعني ما تقدريش تطيبي حاجه ثانيه. ولو حطوا حاجه ثانيه هنا كشيك اللوح طبعا لازم منه في المسقي. خلينا ناخذ بس هذول ونحطهم على جنب. حنخلوها شويه بس تاخذ نكهه التوابل مع بعض، بعدين حنضيفوا اللي هي الميه، وبعدين بعد ما تغلي معانا المرقه بتاعنا ويبدا كسكاسي يبوخ نضيفوا او نحطوا الرشته اللي هي تبويخه الاولى. ملاحظه ثانيه برضو، الرشته في ناس تعجم مني، يعني ما تجينيش حبه بحبه. الفكرة أول حاجة إن هي ممكن في موضوع العجينة، يعني خاصة لو أخذناها جاهزة، يعني عشان ديما نقول من الحوش أسهل، إن هي أصلاً عبارة عن دقيق ومية، يعني ما فيهاش صعوبة. بس الفكرة إن ممكن في ناس ما عندهمش الماكينة متاع الماكينة اللي يحضروا بها الرشتة، بس أعتقد نحن في ليبيا نستخدموا فيها بشكل كبير، يعني ممكن في كل بيت ليبي تقريبا تكون موجودة. العجينة لازم تكون جافة شوية، يعني ما تكونش رطبة هلبة، باش يكون قوامها كويس وما تعجنش على بعض. ثاني حاجة في التبويخ، حتى لو أخذناها جاهزة في ناس تغم عليها في الكسكاس أو تسكر المغطى نتاع الكسكاس، هنا تخلي في البخار ينزل زي المية فتلصق على بعض، فما نغطوهاش بالمغطى، ممكن نحطوا عليها فوطة بس، مجرد فوطة بحيث انها تشرب وتطلع البخار بس مش كله، يعني وبحيث انها
ما تلصقش معانا. هذه ملاحظة مهمة لأن أكثر من شخص وخاصة اللي توه يعني البنات الصغار ويعني تحسي ما عندهمش هذيك الخبرة في المطبخ وفين متجوزين جديد تبيلها تدقيق يعني الرشتة شوية صعبة. أيوة الرشتة شوية صعبة. ثاني حاجة فكرة الزيت والمرقة يعني في اللي تحط لما تجي تحببها تصب كمية مرقة أكثر من الزيت فاحنا ناخذ دهان المرقة أو الزيت بتاع المرقة بس باش تجي حبة بحبة يعني باش ما تقعدش تتلصق معانا أو زي ما نقول احنا يتعجن. ضروري في خطوات أو في نقاط ضروري مهمة نتبعوها طبعا نحكوا عليه اللي جدد في المطبخ وفي حتى اللي تعرف الطيب بس ممكن مسقي شوية ما ينجحش معاها يعني زي الرشتة ولا الكسكسي ولا حاجات زي هذه يعني وخاصة يوم الجمعة يعني وفي ناس طيب يعني في اللي كان تبدأ طيب حش على زيتها فتبدأ تسمع بس في الآراء. هي مش كل المناطق أعتقد يديروا فيها يا سارة مش كلها الشرق ما فيش تقريبا نعرف الشرق لا طرابلس طبعا مشهورين بها وخاصة في المناسبات ويوم الجمعة الشرق لا ما أعتقدش يعني أنا بالضبط ما بيش مش متأكدة بس أغلب شيء يعني يديروا فيه بالخضرة يعني الرجدة لا تو مؤخرا بدوا يحبوا يديروها هيك لكن مش متقيدين بها زي طرابلس بس اكثر شيء ممكن مكرونه مبوخه رز مبوخ كسكسي مبوخ يعني بالخضره رز بالخلطه هذا اللي اكثر شيء هي اصلا المتعارف عليها اكثر في طرابلس يعني بس اعتقد مؤخرا بدو يديروا فيها هلب وحتى رجعت في موضوع المناسبات لو لاحظت مره لما حكينا عن المناسبات رجعت الرشته في مناسباتنا احنا في طرابلس يعني بدت فتره اختفت وتو رجعت ثاني حاجه يعني راقيه عندها لما تدير لك رشده مثلا في مناسبه معناها هي مكلفه روحها وتعبه ودارت لك حاجه كويسه جاي على راس الرجل حصب الميه خلينا نعمل مرات هي دايره جمعيه مسكينه وقابضه فلوس ودايره لا لا هذه نادر جدا بس شوف مناسباتنا ضروري من الحاجه التقليديه يعني نشوف فيها انا ضروري منها لمسه وخاصه خلينا نحركه بشكل سريع طبعا برضو حتى كميه الميه مشاهدينا ما نصبوش كميه كبيره يعني بحيث ان تضيع نكهه التوابل والطماطم خاصة يعني ممكن جينا بيضة هلبة فنحاول كمية المية على حسب المقدار اللي احنا محضرينه وحسب كمية اللحم ممكن نزيد كمية بسيطة جدا انا ما بنحبش نصب المية مرتين او ثلاثة في ناس تحب تزيد المية يعني اكثر من مرة انا خلاص نصبها من الاول كمية كويسة بحيث يطيب فيها اللحم وتكون اللي هي مرقة احنا نقولوا خاطرة او عاقدة يعني بحيث ان ما نضيفش مرتين او ثلاثة مية هنزيد كمية شوية من المية ونعلو عليها ونخلوها لين تغلي معنا أعتقد هيك تمام تقريبا حوالي لتر مية وشوية حطيت هنحطه الكسكاس ونخلوها لين تغلي معنا أو لين يبوخ الكسكاس باش نحطوا الرشته نتاعنا بس خلينا نعاودوا الملاحظات نتاعنا احنا كيف نحبوا الرشته ممكن اكثر حاجه تواجه في البنات وخاصه اللي ممكن ما عندهمش خبره كبيره في المطبخ باش ان هي ما تجيناش معجنه او تلصق معانا قلنا طريقه الاول حاجه المرقه لها دور يعني لما تكون المرقه كميه الميه فيها هلبه او ما تكونش عاقده وخاطره زي ما نقولوا احنا ودهانها كويس طبعا اكيد حتجينا مبلوله وتتلصق وتتعجن في بعضها برضو احنا لما نحبب الرشته ناخذ الدهان بس نتاع المرقه يعني ما ناخذوش الطبيخه باش ان هي ما تلصقش معانا قلنا طريقه التبويخ بحيث ان لو واخدينها جاهزه مثلا محل يكون مبوخها مره فاحنا حنبوخوها مره تاني يعني على البخار مره تكون بيضه زي توا وبعدين ننزلها ونحط عليها اللي هي الدهان نتاع المرقه نحببها كلها ونردها نبوخها تبويخه ثانيه قلنا ما نغطوهاش بالمغطه بحيث باش ما تلصقش معانا وتعجن نحطوا فوطه عليها فوق الكسكاس مش مغطه تقريبا هذه اهم ملاحظات في حاجه اللي هي طبعا نضيفوا فيها اللي هي عباره عن زهر حنصب معاه بعدين شويه من القرفه او الحرارات ونحطها او نحبب بها الرشته مع المرقه يعني بس كميه بسيطه طيب في اللي يبدا يستخدم في عود للقرفه تحط فيه مع البصله مثلا اللي ما عندهاش قرفه هو عادي نقدروا نستخدموا العود نتاع القرفه بس احنا ديما رشه القرفه او الحرارات اللي من فوق وخاصه او حتى في التحبيب لازم منها يعني تحسي ان هي تعطي نكهه محمد وينك انت ريحه دوختك على طول اعطولي اعطولي الشكل النهائي ولا على طول هذا كلام يشوفه دايخ مش فاهم شيء اعطولي الشكل النهائي وخلاص فاطر قهوه بس يعني مازال ما وحتى في ملاحظه ثانيه في العجينه دير سندوتش من طن جيد صح صح ولا؟ ايه حلو فيش خبزه لك؟ فيش خبزه ايه نطلبوا ديليفري خبزه ديري سندوتش لكن بتفطري معاش في حتى حليب محمد تو نبوا الجيد يديروا لنا هريسه لا صح ناقصتهم الهريسه صح ضروري من هريسه لا فيش في حليب نديروا شاهي حليب وشاهي هذا فطور
اليومي عندكم انتم طبعا حليب وشاهي وكعك الصبح عندكم يعني يا سلام شارك. ايه حتى انتم صح؟ حتى احنا نفس الشيء حتى احنا بس اعتقد نحن الشارق اكثر شيء ما نعرفش في هون يعني هذه المقبلات احنا عيلتنا يعني حليب وشاهي حتى احنا عيلتنا حليب وشاهي حاجه ضروريه الصبح هذه مقبلات الصبح او المطنودي قبل ما تديري فطورك وقبل ما تبدي تضمي تديري حليب وشاهي وكعك هيك على السريع وبعدين تقضي قضيتك السريعه على الصبح وبعدين تديري الفطور الدسم هو هذا الحليب الوحيد اللي نشرب فيه يعني على فكره اي صح ما نشربش في الحليب تبي شاي يقول خلاص لكن بس حليب الجيد هذا ايه. خاطر شوية كويس لو نجربه خلاص طيب يوم تاني ندير بنروح فيها البرد لا منتجاتي تروحش بيهم أكيد حخليكم تمشوا فاصل ما بين ما اللي هي غلطت الطنجرة معنا وكملنا باقي التفاصيل نمشوا مشاهدينا لفاصل قصير وراجعين أنا في حلمي كبير داخلي بذرة خير أمنياتي ملء روحي بطموحي أستنير همتي فوق النجوم أطفأت كل الهموم في طريق النور أمضي ما غفت عيني وقت سأبهى الحلل وابتدى عمر جديد مثل نور الشمس هل استعمالك لمواد شركة الجيد ماكلتك أكيد حتكون لذيذة وأكثر من جيد رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في هاليوم المبارك كده يوم الجمعة تحديدا اللي حيكون في حلقة ميعاد سلام من كل أسبوع وكل أسبوع عندنا فقرة مخصصينها يا محمد لكل المناشط أو كل الفقرات اللي أو البرامج اللي قدمت خلال هالأسبوع هالأسبوع كان أسبوع مميز في سلام باقة برامجية جديدة قدمتها القناة للمشاهدين أكيد زي ما شفتوا ومحتوى برامجي نقدر نقوله إنه فريد ومتميز نشوفه سلام في أسبوع مع بعض البداية مشاهدينا حتكون مع برنامج شارك واللي وقف في هالأسبوع عند محطات متعددة ومنها رالي تي تي في ودان وين تلاقوا الليبيين عشاق السيارات والدراجات النارية شيب وشباب في تظاهرة سنوية وصلت هالعام عامها الخامس خلينا نتفرج تحت شعار هنا تي تي هنا تلتقي ليبيا انطلق سباق رالي تي تي صحراوي بودان في نسخته الخامسة واستمرت الفعاليات لمدة 3 أيام متتالية شارك فيها أكثر من 700 سيارة دفع رباعي وقرابة 60 دراجة نارية
قامت اللجنة المنظمة للرالي الصحراوي بتحديد مسار الطريق وتجهيز عملية التخييم للمشاركين. الرالي يحظى بمتابعة كبيرة من سكان ودان والمناطق المجاورة لها، هون وسوكنا وزلة والفقهة وكافة المدن الليبية. يتضمن الرالي سباقا لسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية بجانب عروض الفرسان والرياضات الجوية ومعارض للفنون والتراث وسهرات فنية ومعارض للتمور والأكلات الشعبية. على مدى العقد الماضي شهدنا النمو المستمر لحركة السلام من خلال الرياضة، مع الإجراءات المتميزة والعديد من البرامج الرياضية التي أفادت الأفراد والمجتمعات على المستويات المحلية والوطنية والدولية في جميع أنحاء العالم. هنا تيتي هنا تلتقي ليبيا، لعل بهذا الشعار يمكن جمع الليبيين على حب الرياضة والمشاركة فيها، تطلعاً لجعلها استثماراً من أجل المستقبل بعيداً عن الحرب والصراعات القائمة. طبعا مشاهدينا وسارة، في الفترة الماضية الجفرة أو منطقة الجفرة كانت فيها كذا مناسبة، كان في مدينة هون مهرجان الخريف السياحي، وزي ما شفنا توا رالي تي تي في ودان، أعتقد تحت شعار ليبيا تلتقي أو هنا نلتقي، شيء من هالقبيل. طبعا درنا مداخلة احنا مع رئيس اللجنة الإعلامية في رالي تي تي، وتكلمنا على تفاصيل هالرالي أو هالتظاهرة الجميلة جدا، أعداد كبيرة، عدد السيارات وصل لأكثر من 1000 سيارة. كانت فيه العديد من النشاطات على هامش المهرجان، الاستعدادات كانت كلها بمجهودات ذاتية وأهلية. ربما معاش نتذكر إذا كان ممكن المجلس البلدي أو شيء، معاش نتذكر في جهة ممكن ساعدت، لكن في الغالب أهالي المنطقة، أهالي منطقة ودان هم اللي أصروا أن هل الرالي وهالتظاهرة تستمر، وطلعت بالشكل الجميل اللي احنا شفناه. رالي تي تي، تي تي هذه منطقة في، هي أعتقد رمال تي تي هي في محاذية لمدينة ودان إذا كانت المعلومة صحيحة، أنا مش متأكد منها بصراحة، ولكن فسميت على هالمنطقة اللي هي تابعة لضواحي مدينة ودان. جميل. وهذه طبعا الدورة الخامسة بمجهودات ذاتية، تفاصيل كثيرة جدا سارة تكلمنا عليها السيد عبد اللطيف القاضي على هالرالي، سيارات إسعاف كانت موجودة، التخييم، عملوا مرافق لكل الناس اللي حضرت، وعملت اللي جاية بالخيمة متاعها طبعا، وتقريبا استمر على جميل. كان في أسر، كان في أسر حاضرة، الأسر حاضرة ممكن من أهالي المنطقة تقريبا أكثر، يعني من منطقة الجفرة من خارج ودان، والله للأمانة ما نعرفش، لكن كمواطنين كمشاركين من مختلف مدن ليبيا. جميل في الأمر، نحن حتى أمس تكلمنا عليها في 4:30 أن تكون النوعية من أنواع هالمناشط أو هالمحافل خلينا نقوله، أو حتى لو كان سباق رالي ممكن حتى ينشط السياحة الداخلية شوية طبعا. يعني لما الناس تزور مناطق زي هذه، يعني أنا تي تي أول مرة ممكن نسمع بها، يعني كويس أن حتى الناس تعرف مناطق زي هي وتمشي لها، صح؟ كويس. هي بشكل عام منطقة الجفرة كلها فيها أماكن سياحية بصراحة جميلة، وبشكل خاص يعني لربما هالرالي أو هالمناسبة تظهر الجمال اللي في موجود في مدينة ودان والمناطق المحيطة بها. حسب ما تكلم رئيس اللجنة الإعلامية ذاك اليوم، أنا اللي كنت نحاور فيه في شارك، تكلم على أن المتسابقين زي ما حكينا من مختلف المدن الليبية، سألتني على العنصر الأجنبي، أعتقد يعني كسياح أجانب أتذكر أنه هو تقريبا قال لي فيه بس العدد قليل جدا. طلبنا منه هل في إحصائية عن عدد الحضور اللي جايين من خارج المدينة، من خارج قال إحصائية ما عنداش، ولكن العدد فعلا كان كبير. يعني جميل. أيضا محمد من شارك لي، الرياضة في سلام كانت حاضرة كل أيام الأسبوع زي ما شفنا مشاهدينا، وتنقلت بكل نشاط بين المدن والقرى الليبية، وتواجدت في وينزريك بوادي الشاطئ لمتابعة افتتاح دوري المحبة والسلام في موسم الثالث. تحت شعار المحبة والسلام انطلق دوري لكرة القدم في منطقة ونزريق الشاطئ في موسم الثالث، واللي كان بتنظيم نادي الترجي بونزريق. وضم هذا الدوري 4 مجموعات بإجمالي 16 فريق من مختلف مناطق وادي الشاطئ، والهدف منه هو نشر المحبة والود والسلام بمثل هذه الفعاليات الرياضية داخل وادي الشاطئ.
طبعا هذا الدوري كان تحت رعاية اللي هو المحبة والسلام. طبعا الغرض منه اللي هو المحبة ما بين مناطق اللي هو وادي الشاطئ واللي هو الألفة ما بين اللي هو الأندية. احتياج المواطن لمثل هذه الفعاليات الترفيهية والرياضية جعل هذا الدوري رغم بساطة يلقى حضور شعب كبير، وتضمن افتتاح هذا الدوري كلمة من عميد البلدية يثني فيها على جهود المنظمين والشباب المشاركين في الدوري. نحب نشكر اللجنة المنظمة لهذا الدوري، دوري المحبة والسلام، ونحب نحب لدعم الشباب لهذه الفكرة، فكرة تأسيس الدوري لتوعية الشباب. اليوم بدأ عرس من 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 أعراس الكروية بمحلة ونزريك بوادينا الحبيب وادي الشاطئ. طبعا افتتح الدوري المباراة الافتتاحية بين الترجي ونزريك والترسانة ونزريك، وكانت خلاصة الدوري خلاصة المباراة أجواء جميلة ورائعة وانتهت لصالح فريق لنادي الترجي ونزريك. دوري الجيل كثير من الثناء والإعجاب لدى الحضور، وذلك بسبب المباراة الأولى واللي كانت في قمة الانسجام والأداء وأيضا في أعلى درجات التنظيم، مما يثبت مهارة هؤلاء الشباب في لعب كرة القدم وصنع الأهداف بكل خبرة، بحيث انتهت هذه المباراة الأولى بفوز فريق الترجي على فريق الترسانة بنتيجة 4-2. رغم كل الظروف الصعبة اللي مر بها الجنوب الحبيب إلا أن دوري المحبة والسلام صنع البسمة على محيا شباب المنطقة. زي ما جاء في التقرير ان هالدوره افتتاح الدوره الثالثه او الموسم الثالث لدوري المحبه في ونزريك بوادي الشاطئ. يعني بصراحه نشكر قسم الرياضه ونشكر كل المراسلين اللي على الارض اللي ينقلونا في الصوره من مختلف المدن الليبيه، يعني خصوصا احنا الجنوب، يعني براك شاطي يعني بالقرب من سبها تقريبا 80 كيلومتر، يعني تبعد على مدينة سبها. دائما الظروف هناك بصراحة يعني جدا صعبة، فجميل ان احنا نشوف هالصور ان الناس ما زالت عندها في حب في الحياة والترفيه وخلق اجواء جديدة زي هالدوريات الرياضية او التظاهرات الرياضية. طبعا فعلا نحيوهم اكيد، ونشكر قسم الرياضه، نشكر زي ما حكينا مراسلينا على الارض، وسلام في هالاسبوع تابعت نشاطات الناس في مختلف المدن الليبيه وقدمتها للمشاهدين في نشراتها اليوميه. واطن نيوز في غات نظم شباب وشابات من المدينه نشاط ثقافي استهدف شريحه الاطفال. النشاط احتوى على فقرات للرسم والقراءه في الهواء الطلق. خلينا نشوف. في الهواء الطلق بإمكانيات بسيطة نظم شباب وشابات مدينة غات تظاهرة ثقافية استهدفت الأطفال لإبراز مواهبهم في الرسم والكتابة وتعويدهم على المطالعة والقراءة. القراءة نرتقي وبالمواهب نرتقي كانت هي فكرة لمجموعة بنات أو بالأحرى مجموعة شباب، فكانت في البداية المبادرة اللي هي أن تكون قراءة على أرض الواقع. كيف تكون؟ يعني لما نجيبوا مجموعة كتب ونخلوا نتيحوا فرصة لعشاق القراءة والروايات والقصص والكتب العلمية أن هم يكون لهم فرصة أن يقروا بعيدا عن عالم الإنترنت. ومن هذا المنطلق يطمح القائمين على هذا المشروع الصغير والمتواضع لافتتاح مشاريع ترفيهية ثانية تعنى بشريحة الأطفال. اخترنا الرسم لأن الطفل احنا زي ما نعرفوا ان ما عندناش أماكن ترفيه الطفل يترفه بها، من خلال الرسمة هذه اللي بيديرها الطفل احنا حنديروا لهم معرض في المستقبل، عندنا برامج أخرى حنديروا لهم معرض حتنعرض فيه الرسمات هذه، حتكون حافز لهم، حيكون في رحلات وجوائز. يعني انت كتشجيع للطفل هذا سواء كان عنده موهبة رسم او ما كانش عنده. طبعا هذه كانت لي اول تجربة الحق، وكنت نحلم يعني يكون عندي معرض باسمي ونكون يعني رسومات اكثر من هيك، وهذه ونتمنى انا ونخطط بالاحرى ندير معرض ثاني ان شاء الله في شهر 2 أو 3، بس يكون في هذا رسومات اكثر ونعرض ان غات فيها مواهب اكثر شباب.
شبابية وإن مش للذكور بس، لأن أغلب الأحيان غاد فيها ذكور بس يرسموا، لكن فيها حتى إناث وعندنا مواهب أكثر من هيك. وأكثر رسمة قريب هيك أنا تعمقت فيها هي صح بسيطة، لكن أنا تعمقت فيها رسمة اللوفي. في يوم من الأيام كنت يعني زعلانة هيك ومضايقة أكثر شيء، وأنا سبحان الله غير فتحت التليفون ريتها قدامي وقعدت نرسم فيها، قلت يعني لازم نحارب الحزن بالابتسامة. يحاول القائمين على هذه الفعالية لزرع روح المطالعة وحب القراءة في نفوس الأطفال وإطلاق العنان ليهم ولمواهبهم منذ الصغر. الأمر هذا يساعد على اكتساب ثقة في النفس. زي ما شفنا محمد في غات تحديداً، ما شاء الله الجنوب كمية نشاط جميلة عندهم، شفنا هاللوحات والرسومات والنشاطات اللي قايمين بها، ودور المرأة كان فعال وكبير في هالنشاط. أنت خليت الطفل وجيت للمرأة. شفت المرأة، ركزت على المرأة. هو جميلة الخطوة اللي داروها الأهالي غادي، يعني بمسألة أن الأطفال يقروا في الهواء الطلق، يعني طلعوهم من جو المدرسة شوية ومن جو الأماكن المغلقة. أكيد. جو قلت كويس لك المرأة يعني. لأن رغم كل الظروف اللي تمر بها والمصاعب اللي تمر بها قادرة أن هي تخلق أجواء جميلة، وشفنا لوحات الرسومات اللي قامت بها البنية شفناها توا أكيد، وأن هي تحاول أن هي تزرع الحياة والبسمة من جديد. صحيح. أيضا نمشوا لمصراتة، نظمت هالأسبوع منظمة تال للتنمية حدث تلكس، الحدث اللي يعتبر امتداد لمؤتمر تيدكس العالمي اللي استضافته المدينة مرتين فيها السنة في السنين اللي فاتوا، ويهتم بعرض ونشر الأفكار اللي تستحق فعلا الانتشار. خلينا نمشوا نشوف تلكس. واللي يسمع الاسم لأول مرة أكيد حيستغرب شن معناه وشن الغاية منه. تالكس هو حدث أقامته منظمة تال للتنمية المجتمعية، واللي جاء لخلفية تيدكس اللي أقيم في مصراتة في السنين اللي فاتت مرتين، مرة في 2015 ومرة في 2017. يحاكي هذا الحدث ما تضمنه تيدكس بخطاباته وطريقة تنظيمه وردود الفعل اللي كانت عليه. الهدف من الحدث اليوم هو جمع أو بناء حوارية مع المتحدثين السابقين في مؤتمرات تيدكس مصراتة 2015 و2017 وفريق التنظيم، وأيضا حوار تفاعلي مع الجمهور للاستماع إلى آرائهم، وأيضا لمتابعة إنجازات ونشاطات المتحدثين بعد المؤتمر واستكشاف أثر المؤتمر واستفادة المجتمع من هذا المؤتمر. وعرض في تالكس أيضا إحصائيات على الأشخاص اللي شاركوا فيه والمناطق والبلدان اللي جوا منها ونسبة مشاهدة هذه الخطابات على قناة تيدكس على اليوتيوب. الحدث نتاعي في 2015 كان سببا أنه هو كان جتني مكالمة أني نشارك المسيرة نتاعي، مش مسيرة نجاح، هي مسيرة تحول من مرحلة لمرحلة ومن شخص لشخص، خلينا نقولوا احنا من بناء النفس، انك انت تغلط وتعاود وتغلط وتعاود. حاول نبي نلهم بعض الشباب الصغار اللي هم يعتقدوا ان في النجاح في حاجه اسمها اختصار، ما فيش حاجه اسمها اختصار، تبي تاخذ من 15 20 سنه. يذكر ان تيدكس مؤتمر عالمي يقام في الكثير من بلدان العالم، تقيم منظمه تيد ويحمل هذا المؤتمر اسم تيدكس اللي اشتهر به. وشارك في تيدكس الكثير من المؤثرين والمشاهير في كل المجالات حول العالم. غادة الشريف، قناة سلام، مصراتة. مثل هالنشاطات سارة أعتقد أن هي تشجع وتحفز الشباب وأصحاب المشاريع الصغرى أنهم هم يطوروا من أفكارهم ويستفيدوا حتى من أفكار الناس اللي معاهم حاضرة يعني، ويعرضوا أكيد أفكارهم ونشاطهم زي ما شفنا، وهذا قالك للمرة أكثر من مرة يعني يصير. وطبعا يكون في مواكبه للتطور ساره، يعني خصوصا انه هو حسب ما شفنا في التقرير انه هو مؤتمر دولي وفي العديد من الدول ان هي تحتفل بهالمؤتمر، ومش عارف حتى اسمه شوي شاكف قريتي انت تالكس تالكس ايوه مؤتمر تالكس، لا هو امتداد لمؤتمر تيدكس تيدكس هو قال المؤتمر تيدكس هذا هو يجمع جميع رجال الاعلام او رواد الاعلام باش يطرحوا اعمال باش يطرحوا افكارهم. الحروف تلخبطت عندي، نمشوا لطرابلس وشن في طرابلس. هالاسبوع احتفل المشاهدين الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بالذكرى 60 لتاسيس الاتحاد بحضور عدد من المهتمين بالعمل النقابي. خلينا نشوفوا هالتقرير.
تحت عنوان 60 عام من النضال والعطاء، قام الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بالاحتفال للذكرى 60 لتأسيس الاتحاد بحضور عدد من النقابات والمهتمين. هذه كانت ثالث احتفالية، درنا احتفالية الأولى في دار نواجي وهي السفارة البريطانية السابقة. طبعا الحركة العمانية منعت في فترة الاحتلال الإيطالي وفي فترة الاحتلال البريطاني من تأسيس حركة عمالية مستقلة قوية، وتأسس أول نادي عمالي سنة 1944 وكان عضويته للعمال، واليوم هو نادي اتحاد. هذا من تأسيسه من 1944، والحركة العمالية ساهمت في الدفاع على حقوق العمال وحقوق عمال ليبيا في نيل استقلال ليبيا، من مؤسسين الاتحاد منهم المناضل النيهوم الله يرحمه من مدينة بنغازي، وسالم شيتا، وجميع عديد من النقابيين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وجميع أنحاء ليبيا. ونحن كامتداد لاتحاد المؤسسين الآباء الأجداد نحاول أن نذهب في نفس النهج وهو الدفاع على حقوق العمال. نقابة المعلمين كان لها دور في استضافة هذه الاحتفالية، واللي بدورها قامت بمساعدتهم في تنظيمها، واللي من خلالها تم تكريم العمال المتقاعدين لشكرهم على مجهوداتهم. تم التنسيق على الاحتفالية هذه بين الاتحاد الوطني لعمال ليبيا طرابلس والنقابات، وكان لنا شرف احنا كنقابة معلمين طرابلس ان نستضيف الاحتفالية هذه. تكريم المتقاعدين جاء تكليلا لمجهوداتهم واللي دامت فيها سواعدهم طيلة السنوات الماضية. حتى يكون لهم بصمة لتقديم الأفضل لبلادنا، لابد من تحفيز كل عامل في أي مكان على أرضنا، لأن الشريحة هي الأهم في مجتمعنا، واللي على يديهم بيكون تطور البلاد. أماني توفيق، قناة سلام، طرابلس. كويس نحن نسلطوا الضوء دائما على زي الاحتفال واحتفال الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بالذكرى 60 لتأسيس الاتحاد. أصبح العمل النقابي يرجع بشكل قوة على مختلف التخصصات. سارة شفنا حتى نقابة المعلمين يعني، والأحداث اللي صارت في قطاع التعليم في الفترة الأخيرة، تبادل دائما يعني الندوات والمؤتمرات، يعني هذا شيء مهم في التطور والبناء. نشوف البناء اللي غادي التطور البناء عند إكرام شو صار فيه. ملحوظة. قاعدة تضم إكرام أنا قاعدة لا نفضي في الجهة هذه، مش نبدأ نحبب الرشدة بس خلوها شوية بكري. نوهنا في البداية ممكن في ناس نضموا لنا توا، نوهنا أن الرشدة مش متعجنش معانا وتجينا يعني تكون تلاصقة في بعضها. في ملاحظة مهمة في التبويخ، أن في ناس يغطوا فيها بالمغطى متاع الكسكاس، طبعا ما غطوهاش بالمغطى متاع الكسكاس، نحطوا عليها كميه، حطوا عليها كميه من الفوط كميه من الفوط نحط عليها فوطه وخلاها. طبعا انا بوختها قبل شو الفكره في الموضوع، وحنزلها نحببها وبعدين نحطها اللي هي التبويخه الاخيره بعيده المسافه. الفكره في الفوطه شنو؟ الفكره انه لما تغطيها البخار يقعد لداخل، البخار لما يقعد لداخل محبوس حيدير ميه، وهي عباره عن عجينه، الميه تولي على عجينه، تولي على عجينه، العجينه حتتعجن. تمام. بس الفكرة لو افترضنا جدلا ان المغطى هذا فيه فتحه يعني، حتى لو فيها المغطى قاعده تحبس في البخار مش زي الفوطه، الفوطه تطلع في البخار في نفس الوقت الرشته نتاعي تطيب، يعني ما تطلعليش كميه البخار كلها، بس نفس الوقت ما تخليش تمتص اللي هي الرطوبه نتاع البخار. ضروري بتكون الفوطه نظيفه وجديده. اختراعات. ايوه. رجوا بالكم تاني الفوطه تمسحي بها ايديك تقول هيك وتحطها فوق الطنجره، نهاركم احرف. هذا نصايح مني سارة، هذا نصايح مني. صغيرات عمالي تكفي الجوازات تقول لك إكرام قالت فوطة، يلا هاتي حط الفوطة. لا طبعا مش هي فوطة، فوطة تكون فوطة نظيفة يعني، بس تكون مغطية الكسكاس كله زي ما نشوفوا فيها توا. طبعا هذا اختراع ليبي أكيد قصة الفوطة. أكيد طبعا هذا اختراع، مش اختراع. أنا عارفش، أنا من يوم صرت نشوف في حنانة ونشوف في أمي يدير فيها بالطريقة هذه، وحتى الكسكسي بالطريقة هذه، ولما جيت سألت قالت لي ماما وحنانة وقتها تقولي نفس الفكرة هي نتاع البخار، وباش ما تعجنش منك، وباش ما يعني الملاحظات هذه عن طريق تجارب. مخرجنا بيطلع من الأربيس. لا قال حتى في تونس عندنا. مش اختراع ليبي يعني. ما شاء الله، اللي يعرف يطيب ويتقن في التطيب هم اللي يديروا اللقطات هي. في ايه في تفاصيل، في تفاصيل. كيف كسكسي تونسي هذا؟ احنا لازم اصلا الفكره في الفقره ان اغلب الناس تعرف تديرها، بس احنا قاعدين نعلمه في البنات اللي قاعدين جدد، وفي اللي كيف متجوزين، وفي اللي مقبلين على جواز، في اللي ما تعرفش تطيب. المطبخ بيت كبروا في روحكم وبدون ما تحسوا انتم لكيف. كيف؟ لا ما اسمع، احنا جيل التسعينات والمشاهدين عارفين، احنا جيل التسعينات تو اللي قاعدين يتجوزوا جيل 2000. معقولة وصلنا وصلنا ل 2000 جوزي داروا حتى صغار جيل 2000
وصلوا لل 2000 والكارثه ان تلقى ان الاكلات التقليديه ما عرفوش يحضروها، هنا مشكله تبدا كبيره بصراحه. 2000 تو قداش عمرهم؟ 19 سنه؟ 19 7 محمد يحسن 18 حاجه زي لا لا يعني بصراحه مصدوم انا في نزله الداوى مأجوره. باهي خلونا بما انكم فتحتوا الحديث هذا خلينا نقصقص شويه، يعني بما ان سارع من البيضه وانت من هون الجمعه، شنو هي الاكلات اللي عندكم تكون مشهوره يوم الجمعه، يعني خاصه بما ان احنا في يوم جمعه؟ نبدو بيكون والله احنا في هون يوم الجمعه هيك بالتحديد هي حاجه يعني تقريبا عادي. ما فيش حاجه رسميه لكن يعني الاكلات الاوليه زي الفتات زي يرو في الكسكسي طبعا الرز المكرونه كل شيء مش مخلي مش عاجبني الجهد يعني انا بالاسم البيضه يعني بالاسم ولدت وتربيت في طرابلس للامانه يعني باكيد تعرفي المعلومات اللي نعرفه انه هو المبوخ يعني ضروري رز مبوخ كسكس مبوخ مكرونه زي مبوخه يعني اي حاجه مبوخه هم بالبصله لا يعني بالخضره كل مسقي عندهم بالخضره هذا المتعارف عليه اي زي نحن في طرابلس زي محل مسقي او بزي اللحم حاضر وبقوه يعني اللحم في الشرق معروف يعني ضروري ما يكون مغطي على الصينيه كلها اي اكيد طبعا حتى شيء ثابت الجمعه العصيده حتى نديروا فيها طبعا الصبح يعني بس العصيده الحمراء والثانيه كيف عصيده حمراء مش بتاع الجديد بتاع الجديد ايوه عصيده هذه اللي بنعرفها انا صح في منها ولا لا لا في جديد في 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 مناطق تضيف وكيف طعمتها يعني حلوه هي مش عاديه عصيدتنا عجينه هي نفسها نفسها عاديه هي, هي تقريبا نفسها غير هذه بالمرقه وهذه بال بدل ما تصبي رب واحد تصبي مرقه بالجديد الجديد تدوبيه ولا شيء لا الجديد تروف الجديد عادي يعني طيبي مرقه بالجديد شفتي كانك بديريها لشكشوكه يعني حلوه طعمها وتحطيها على ديريها لنا يوم ثاني خلينا نذوقها تعصب هوني اكيد خلينا طبعا احنا حنستنوا شويه عليها انا حنحببها طبعا تو ردها تبويخه الاخيره بس لان الحم بتاعنا يطيب وزي ما قلنا المرقه ما خلوش فيها كميه ميه هلبه لازم تكون عاقده وتكون فيها دهان يعني احنا حنحبوا بدهان المرقه اكيد حنخليكم شباب محمد وساره تمشوا فاصل وبعدين ما بين ما انا كملت الحوسه بتاعها يلا الله يعاونك ان شاء الله الله يسلمك دباك على الفوطه ان شاء الله يلا مشاهدينا نمشي فاصل لكن بعد الفاصل حتكون عندنا فقرة مميزة جدا وحنتكلموا فيها على التسامح شوش بعيد اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ميعاد سلام طبعا احنا تكلمنا على العديد والعديد من الفقرات جتنا رساله يعني على الخاص من احد المشاهدين عندما تكلمنا على رالي تي تي وذكرنا بعض الجهات والمجهودات اللي بذلت في رالي تي تي بمدينه ودان فجاني مسج من احد المشاهدين ان كان للهلال الاحمر دور كبير في نجاح ايضا هذه التظاهرة وقام بإنقاذ سارة حوالي 15 حالة حوادث في الرالي بالتنسيق ما بين فرع الجفرة وفرع طرابلس ممتازة كده نحيوهم على مجهوداتهم نمشوا لموضوع فقرتنا لليوم مشاهدينا زي ما نعرفوا التسامح ليه قيمة كبيرة في حياتنا الاجتماعية كيف يمكن أن احنا نحقق معادلة العفو والتسامح وقت الخلاف تحديدا وكيف نسامحوا بعض حتى وإحنا واخدين على خاطرنا وليش التسامح مخصص ديما في المناسبات الدينية كالأعياد والمواسم بس أكيد محمد للحديث أكثر عن قيم التسامح والعفو خاصة للبحث عليها دينيا أو للي حث عليها دينيا الإسلام الحنيف ديننا الإسلام الحنيف معنا في الأستوديو الأستاذ محمد أبو عرابة واعظ ومتخصص في الدراسات الإسلامية كده نرحبوا به مرحبتين بك محمد أهلا وسهلا بك سارة أهلا وسهلا بكم محمد وتحية لجميع مشاهديكم الكرام في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك من برنامجكم ميعاد سلام نسأل الله أن تكون هذه الجمعة جمعة مباركة على جميع مشاهدينا في جميع ربوع الوطن إن شاء الله يا رب العالمين أحمد إحنا قبل نخش في موضوعنا وموضوع الصلح والعفو والتسامح إحنا اليوم راو تكلمنا بشكل كبير على عاداتنا يوم الجمعة وعادات الليبيين بشكل عام أنت من تورغة فحدثنا يعني هل في يوم الجمعة في تورغة عندكم عادات معينة أو تقاليد معينة نعم أخوي محمد
طبعا يوم الجمعة كعادة جميع الليبيين، أغلب الليبيين، اللي هو يوم اللي تجتمع فيه العائلة الليبية، تجتمع فيه على مائدة الغداء، على مائدة واحدة بعد قضاء طبعا أكيد صلاة الجمعة. طبعا أكيد العادات يوم الجمعة في تورغة صار لها ممكن فترة ركود بعدم اجتماع لأهل تورغة في مدينتهم، لكن الآن بدأت ترجع هذه العادات اللي هي عادات التورغية في يوم الجمعة، من اجتماع الناس بعد الصلاة والحديث حول الأمور العامة في المدينة، أيضا اجتماعهم على مائدة الغداء. غالبا من العادات العائلة التورغية في يوم الجمعة أن هي تكون في عندنا ممكن أكلات مميزة في يوم الجمعة، البازين أو العيش يعني زي ما يقول الليبيين. فطبعا العشية أيضا في جلسة أخرى اللي هي جلسة المساء للعائلة التورغية، لكن بشكل أوسع في بعد الجمعة العائلة الصغيرة، ثم العشية أو المساء تكثر اللمة والجلسة بالعائلة الكبرى يعني الأخوان الأعمام كذا. فما في يعني العاد صراحة يوم الجمعة يوم مميز هو عند كل الليبيين وعند تورغة أيضا بصفة خاصة. ما فيش زيارة لكبير العائلة الجد أكيد الجدة. أكيد أكيد هذه اللي قصدتها بالجلسة في المساء اللي هي يعني تجتمع العائلة الصغيرة، العائلات الصغيرة يجتمعوا في البيت يعني بيت الجدة أو بيت الجد أو العم الكبير، يعني كبير العائلة ضروري في اجتماع عند يوم الجمعة، سواء هذا الاجتماع كان مثلا في الغداء أو كان في العشاء يعني، لكن ضروري أن العائلة تجتمع عند كبير العائلة توقيرا لكبير العائلة، ويعني حتى زيادة الألفة والمودة بين الأفراد الأسرة الواحدة وأيضا بين أفراد المجتمع ككل يعني. خشوا في موضوعنا محمد. قبل الحديث عن قيمة التسامح في الإسلام، اخترت حضرتك يعني عنوان للفقرة، عنوان عريض، وهو نتسامح ونعفو لنبني ونعلو. نتسامح ونعفو لنبني ونعلو. ما هي أهمية العفو والتسامح في البناء؟ نعم أخوي محمد، بداية بعد أن نحمد الله عز وجل ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي الآن في هذه الأيام نواكب ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. البناء والنعفو، نتسامح ونعفو لنبني ونعلو. ربما من يسمع البناء يظن أن البناء فقط هو بناء البنيان، بناء العمران، بناء البيوت، لكن البناء هو يبدأ من الفرد بحد ذاته، الفرد نفسه يبدأ لما يتسامح مع نفسه في أنه هو لما يكون ظالم نفسه، ربما مقصر في حقه مع الله عز وجل، مقصر في العبادات، مقصر في حق أهله، في حق والديه، في حق مجتمعه. فمن هنا يبدأ الإنسان لما يكون إنسان متسامح مع نفسه أولا، ثم هذا التسامح اللي هو مع نفسه حيخليه يبدأ يفكر أنه هو يبني من روحه، يطور من ذاته، يخليه أنه هو التسامح هذا يخليه يعني ينعكس على بيته، ينعكس على بيته، ينعكس على مجتمعه، ينعكس على كل مناحي الحياة، حياته هذا الإنسان، هذا الفرد. بالتالي لما يكون هذا الفرد هو يعني من طبع أنه هو متسامح، من طبع أنه هو يعني يغفر الزلات، يعني ما يخدش على ما يقعد الشايل في قلبه مجموعة من الأحقاد، مجموعة من العادات السيئة السلبية، أكيد حيكون هو متفرغ إن هو يعني حيكون متفرغ إن هو يبني ذاته ويبني مستقبله. أيضا هذا البناء لو كل فرد سعى إن هو يكون متسامح مع نفسه، متسامح مع أهل بيته، مع إخوانه، مع أقاربه، مع والديه في المنزل، مع يعني صغار شارعه، مع ايضا مع في مجتمع، هذا التسامح حينعكس على الفرد، وكل فرد حيبدا متسامح، من ثم هذا المجتمع اللي هو حيكون افراده متسامحين، حيبدا مجتمع يفكر في مستقبله، يفكر في ازدهاره، ما يفكرش في الماضي، ما يخليش اثار الماضي يفكر فيها، يفكر في الانتقام، يفكر في انه هو كيف ممكن اني نشفي غليلي من صاحبي هذا اللي اساء الي، كيف اني ممكن نعاقب هذا الشخص اللي هو اساء لي، لا اني بتجاوزي للغلطات او الاخطاء اللي الاشخاص داروها فيا حنكون متفرغ لنفسي أولا، حنبني ذاتي، بالتالي حيكون المجتمع ككل يفكر في بناء مستقبله، في تغيير الواقع المرير اللي هو عايش فيه. فمن ثم هذا التسامح وهذا العفو هو الخطوات الأولى من مراحل بناء الفرد في نفسه، وأيضا بناء المجتمعات والأوطان والأمم والشعوب. طيب تحدثنا فيما سبق، قلنا ان عاده التسامح نشوفه فيه ديما في الاعياد، في المناسبات، هذا وين نحن نتفكروا ان هذا الوقت ضروري ما نتسامحوا فيه ونتصالحوا حتى نحيوا صله الرحم. ليش دائما في العادات وفي المناسبات بس نتفكروا ان ضروري ما نتسامحوا ونتصالحوا؟ ليش؟
جميل اختي ساره. طبعا كيف ما قلت احنا تعودنا في المناسبات والاعياد ان احنا نسامح، ولكن المفروض ان التسامح يكون سمه غالبه في جميع ايام السنه، في جميع احوالنا، في جميع الاعياد. هي لربما ليس شيء سيء انك انت ان احنا نكون في الاعياد والمناسبات نتفكروا بعضنا ونتسامحوا. مثلا الان في ذكرى المولد تلقى يعني اللي متخاصم مع اخوه، مع حد من اقاربه، مع صاحبه، يدز له في رسائل تهنئه بمناسبه المولد، يدز يعني في يبعث له، في يتلاقوا مع بعضهم يتسامحوا، هذا شيء مش سيء. لكن الافضل منا ان احنا نكون في على طول مدار السنه، على طول الوقت احنا ديما متسامحين، ديما نبادر بالتسامح، ديما احنا نفكروا ان احنا ما نخلوش بس نستنوا للمناسبه لنجي باش احنا نسامح صديقي او نسامح اخوي او نسامح قريبي. من يدري ان احنا نقعدوا لعند المناسبه الجايه او نقعدوا لعند العيد القادم او السنه الجايه. العمر الانسان قصير جدا، فينبغي انه هو يبادر في كل وقت بالمسامحه، لعل الله يعني بالمبادره للمسامحه هذه ان يتغير حاله هو اولا، ويتغير حال الواقع اللي قاعد فيه هو. فمن هنا ناكد ان شيء جميل ان احنا نتذكروا بعضنا ونتسامحوا في المناسبات والاعياد، بس الاجمل منا ان احنا نكونوا في على طول في طول الوقت، على مدار السنه، على مدار الاعوام، ان احنا دائما متسامحين، دائما نفكروا ان احنا همنا الوحيد يعني كيف نسامح الشخص الاخر، او كيف يسامحني الشخص الاخر اللي انا غلطت فيه او زعل مني. فهذه هي النقطه اللي حبيت نقولها. الدين الاسلامي يعني حثنا عليه العفو والصفح والتسامح، حدثنا عن قيمه التسامح في الاسلام. نعم، اكيد الدين الاسلامي، الدين الحنيف، هو خلى التسامح من اهم القيم البارزه في هذا الدين الحنيف. الله عز وجل يعني في كثير من الايات اللي نزلها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التسامح، حث على العفو، حث على الصفح، عن تجاوز الخلافات، تجاوز الزلات. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اول من اصدر وثيقه التسامح العليا التي ليس لها مثيل سواء في السابق ولا في الحاضر، عندما في فتح مكة، عندما فتح مكة، وعندما جاء أمامه كفار قريش الذين هم عذبوه وأهانوه وطردوه أيضا من بلاده، ولكن مع ذلك قالوا له قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال مقولته المشهورة التي يعرفها الكثير من الناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا التسامح، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين أنه هو في أول أشياء اللي دارها بعد فتح مكة، وبعد أن من الله عز وجل بفتح مكة، أطلق العفو، أطلق التسامح، ليبين أن التسامح إن التسامح هذا لابد منه في بناء الدول، بناء حياة جديدة، مستقبل جديد، حتى لا نلتفت للماضي. لم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم في الحاجات اللي داروا فيه المشركين في كفار قريش، إن هم عذبوه، يعني أهانوه، ضربوا أيضا أصحابه، يعني فعلوا فيه الكثير من الأفاعيل، ولكن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهنا هذه أعظم وثيقة للتسامح في ديننا الإسلامي الحنيف. أيضا كثير من المواقف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لدينا قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فعله إخوته به في أنه رموه في الجب أيضا وعذبوه، ولكن بعد ما تلاقى معهم بعد فترة وقالوا يعني ظنوا أنه هو حينتقم منهم، أنه هو يعني حياخذ حقه منهم بقوة، لكن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فالتسامح هو أصلا يعني ميزة أو قيمة. ربما كثير من الناس يعتقدوا أن التسامح فيه انكسار أو ضعف، أنني نسامح الشخص اللي أساء لي، أو أنني نجي نفوت له اللي داره، لكن هو قيمة لا تلقاهاش عند ناس عاديين، يبي ناس عندهم إرادة قوية، ناس عظماء. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام هو دين التسامح، دين التسامح مع الكل، مع حتى الإسلام تجاوز التسامح حتى مع الأديان الأخرى اللي هم مش الناس اللي معتنقين الأديان خاطئ الإسلام. فما بالك بينا احنا أبناء الوطن الواحد، أبناء الدين الواحد، أبناء اللغة الواحدة، هو أجدر بينا نحن ناخذ من تعليم الإسلام. الإسلام ما ناخذوش شيء من ناحية واحدة فقط، من جهة واحدة، لا، زوايا الإسلام كثيرة، ومن أجل ومن أعظم الزوايا في الإسلام اللي هي قيمة التسامح والعفو والصفح عند المقدرة. طيب خلينا نتكلم على نقطة مهمة محمد، ممكن شاركني الرأي، اللي هي الاختلاف أو الخلاف، وما أكثر الاختلاف حاليا في بلادنا بسبب الأوضاع اللي تمر بها. صحيح. كيف نحن نكون متسامحين ومتصالحين رغم الاختلاف في الرأي؟
صحيح. الاختلاف في الرأي، خلينا نعطي نبدأ بس على الاختلاف. الاختلاف في من يشوف أن ربما الاختلاف نقمة أو أنه حاجة مش كويسة، لا بالعكس، الاختلاف رحمة. الله عز وجل يقول ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. الاختلاف والتنوع، سواء كان هذا الاختلاف في الأفكار، في المعتقدات، الاختلاف في الأعراق، في الألوان، هذا الاختلاف لا ينبغي أن نحن نخلوه عائق في سبيل أن نحن نتسامحه، في سبيل أن نحن نعفو على بعضنا. لا، لازم نستفيد من هذا الاختلاف، ان احنا نلم شمل بعضنا، وان احنا نكون نخلو التسامح هذا قيمه عليا لينا على الرغم من اختلافاتنا القويه. اذا كان هو الاسلام حث على ان احنا نكون متسامحين مع اللي هم ما همش من ديننا، من نفس الدين، فما بالك بالاشخاص اللي هم من في دين واحد، هم اولى حتى ولو كانوا مختلفين في الافكار والمعتقدات ان هم يكونوا يعلوا من شان التسامح ويخلوه يعني قيمه كبيره لهم. فالاختلاف يعني يكذب من يقول ان الاختلاف هو حاجز او عائق في سبيل التسامح والعفو، ويعني انني نجلس مع الاخر اللي هو مختلف عني سواء كان في لونه، في عرقه، في دينه، في كلامه، في افكاره. لا، الاختلاف هذا هو نستفيد، نخلوه بطريقه ايجابيه، انه ان نخليه يساهم معايا في التسامح والانفتاح على الاخرين بما يتماشى. كل واحد اكيد عنده حدود ما يبيش يتجاوزها، سواء اللي مختلف معايا في الدين او في الافكار وكذا، لكن الاختلافات وجهات النظر هذه بروحها يكونوا في ما يكونوش عائق في سبيل اني نجلس معه او اني نكون متسامح معه ونود له كل الخير والود اللي هو يستحقه، كيف ما هو اكيد حيود للخير والمحبه ونكون متسامحين في مجتمعنا. للتسامح انواع، محمد حدثنا نعم. عنها. اكيد في التسامح في انواع كثيره، ربما نوهت عليها في المحور اللي فات. اولى التسامح الاول اللي هو التسامح النفسي زي ما ذكرنا، التسامح الشخص مع نفسه، مع ذاته، مع اهله، مع اقاربه. التسامح الثاني اللي هو التسامح المجتمعي، اللي يكون المجتمع يكون متسامح، يكون يعني يكون مع بعضه، يكون فيه ان هو يكون منفتح على بعض البعض، فمن ثم هذا التسامح يؤثر على التسامح، انواع التسامح الاخرى. في ايضا التسامح الديني اللي اشرت ليه بكري، اللي هو التسامح الديني، التسامح مع غير الشخص اللي هو مخالفني في ديني، مخالفني في مخالف لي في الدين، في الديانه بصفه عامه. مش يعني اذا كان انا جلست مع شخص ربما مسيحي، نصراني، يهودي او كذا، هذا لازم يكون في نوع من التسامح الديني. اذا كنا احنا مناش متسامحين دينيا مع الاخرين ومع اللي هم يخالفونا في الدين، فكيف احنا نبغى نحببهم في الدين، في ديننا، دين الاسلام، وكيف نبغى نوروهم صوره الاسلام الحقيقيه اللي تدعو للتسامح وتدعو للانفتاح على الاخر؟ ضروري يكونوا احنا متسامحين معهم، ويكونوا احنا بينونهم الصوره الحسنه للاسلام، عشان حتى يقتنعوا بتقاليد وعادات وتعاليم الاسلام، ويكون في عندهم رغبه انهم هم ربما حتى يهديهم الله عز وجل على ايدينا في الدخول في هذا الدين. ايضا النوع الاخير من التسامح اللي هو التسامح الفكري او التسامح الثقافي، نتسامح مع محمد، مع ساره، حتى ولو كان بيني وبينهم اختلاف في الاراء، اختلاف في بعض المعتقدات، الاختلاف في يعني زي ما قلنا الاختلاف شيء طبيعي جدا، لكن النوع الاخير هذا من نوع التسامح انه يخليك، يحفزك انك انت تكون متسامح مع من كان مختلف معك في اي شيء، سواء كان معك مختلف دينيا، ثقافيا، فكريا، عرقيا، لونيا، زي ما ذكرنا من قبل. طيب محمد، في احد المعلقين على البث المباشر للبرنامج قالت ان كيف تبوني نسامح شخص دمر لي حياتي، تسال فيك يعني، قالت اسالوا لي الشيخ كيف نسامح شخص دمر لي حياتي. تمام، ممتاز جدا. العفو وانك انت تسامح الشخص اللي هو اساء ليك، اكيد المقياس العام، المقياس البشري او في تفكيرنا احنا المنطقي في لسان البشر يقول لك انا كيف بنسامح شخص هو اساء لي او دمر حياتي. لكن اللي شرع التسامح وامر به وحث على التسامح هو مشرع يعني ارقى واعلى من المشرعين، الانسان، البني ادم، هذا البني ادم. الله عز وجل هو من شرع التسامح، هو من حث عليه، ولذلك حتى الأجر على التسامح وعلى العفو وعلى المقدرة الله عز وجل خلاه في يوم القيامة في الدار الآخرة، اللي هي حتكون فيها الحياة الأبدية المستمرة لكل لنحن. الدنيا هذه فانية وعمرنا فيها قصير هلبة، الواحد ما يعرفش روحه قديش يقعد فيها، 50 70 80 سنة إذا يعني إذا من الله عليه بطولة العمر. لكن ينبغي نحن حتى ولو ما نلتفتش للماضي زي ما قلنا، ورجاء الأجر من الله عز وجل يوم القيامة إن هو يحفظ
يعرفنا في رحمته ويحشرنا مع المحسنين هو اللي يخليني أني نسامح الشخص هذا اللي هو دمر حياتي اللي هو يا داير فيا، لكن مع ذلك أني حنسامحه مش لأنه هو مش لأنني مثلا ضعيف أو كذا، لكن لأنني نبي الأجر من الله عز وجل ونبي نكمل حياتي، ما نبيش نوقف عليه أني نقعد نفكر في أن الشخص هذا دار فيا ودمر حياتي. فمن هنا أنا دعوة للتسامح مع الآخرين التسامح مع الآخرين هو لو يعرف اللي الشخص هذا اللي أساءه له شنو هو الخير أو الأشياء اللي جابه له هذا الشخص اللي أساء ليه، فلربما أتمنى أن جميع الأشخاص يسيئوا له. الله عز وجل يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وبعدين مرحلة ثالثة والله يحب المحسنين. يعني أنا الشخص هذا القاعد أنا وياه في دنيا هذه دنيا فانية، لكن أنا أفكر بعدين في دار الآخرة يوم القيامة. فإذا كان الشخص يفكر بعقله ويفكر في ما بعد الممات، نسأل الله أن يطيل في أعمارنا، أكيد حيتجاوز عن الأخطاء هذه ومش حيلتفت لها بكل ما مآسيها والأشياء اللي دارها فيه. طيب التسامح محمد لا يقتصر طبعا على الإسلام والمسلمين، التسامح بنظرة عالمية وشمولية، ماذا يمكن أن نقول عنها؟ نعم محمد، زي ما ذكرنا التسامح والعفو أكيد مش مقتصر فقط على إن على ديننا الإسلامي فقط، وإنما أيضا العالم بس الآخر. بس احنا عارفين إنك اليوم شوية مريض وجبناك. بارك الله فيك. فزي ما قلنا العالم الآخر زي ما احنا ننظر للتسامح إنه هو حاجة مهمة لنا في بناء مستقبلنا ومعيشتنا، أيضا العالم الآخر هو يشوف إن التسامح مهم لي، التلطف مع الآخرين والتسامح معهم شيء مهم جدا في بناء الأمم والشعوب. الكثير من اللقاءات، الكثير من المؤتمرات، الكثير من الندوات أقيمت عالميا حول موضوع التسامح وحول هذه الميزة وحول هذه الشيء. في سنة 1995 الأمم المتحدة بعد عقد كثير من الندوات والورش عمل قرروا أنهم يديروا سنة 1995 اللي هي سنة التسامح العالمي. فقرروا هذا، وأيضا في عام 1996 الأمم المتحدة قررت أن يدير يوم عالمي للتسامح. هذا اليوم اللي هو سيكون قريب يوم 16 من نوفمبر، هذا اليوم هو اليوم الدولي للتسامح. فمن هذا المنطلق العالم الآخر هو أيضا يرى أن شاف أن التسامح مهم لي في بناء الشعوب وبناء الأمم. أيضا كثير من التجارب الدول التي رأيناها جنوب أفريقيا، رواندا، كثير من تجارب الدول بالتسامح بالعفو بالتغافر استطاعت أن هي تبني مجتمعاتها واستطاعت أن هي تبني مجتمعات سليمة تفكر في مستقبلها لبناء ما هو أفضل لها. طيب محمد، الكثير قالوا تغنى عن التسامح، ماذا قالوا عن التسامح؟ نعم سارة، الكثير بداية الكثير من الأحاديث، كثير من الآيات، كثير من الشعراء، كثير من الأقوال اللي هي كانت حول التسامح. الله عز وجل وهو أشرف وأفضل القائلين يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا الله عز وجل يقول فمن عفا وأصفح فأجره على الله. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد عبد عزا إلا بالعفو. يعني اللي يبتغي العزة من الله عز وجل سواء في الدنيا أو في الآخرة لابد له أن يعفو، لابد أن تكون له هذه السمة. وكثير من الشعراء والأدباء تغنوا فيما يتعلق بالعفو والتسامح. عموما محمد الوقت قد انتهى، أنت طبعا حتكون معنا بعون الله كل يوم جمعة في ميعاد سلام. شكرا لك محمد أبو عرابة وعضو متخصص في الدراسات الإسلامية، شكرا لك. تفضل معنا المقبل شوفوا الشكل النهائي. اهلا بكم، نرحبوا شوفوا اكرام والشكل النهائي. طبعا نرحبوا محمد زميلنا حيكون معنا كل جمعه كل يوم جمعه، ومسكين متعرض لبرده شايف لبس تغيير الجو طبعا وتاخذك شويه من الرشته الحراريه هذه. صح ما شاء الله. طبعا اكيد الشكل النهائي زي ما متعارف عليه بطريقتنا التقليديه، ان شاء الله يعني اليوم كانت فقط تخفيف عليكم، حاولنا نوصل معلومات خاصه قلنا للناس او البنات اللي قاعدين جد في المطبخ. وما ننسوش اكيد فقرتنا ديما برعايه شركه الجيد وكذلك تاج للفخامة
وكذلك عندنا شركة هومر. هذه بالنسبة للفقرة كانت برعاية الشركات هذه، وأكيد طبعا الشركات دعمتنا ومساعدتنا طول الوقت. وصلنا للختام أكيد، والساعتين في ساعة ما مروا، ما حسيتش. المرة الجاية نبوها هذه، نبو حليب مكرونة. حاضر. يلا شكرا لك إكرام، شكرا لكل من كان في المتابعة، شكرا لكم، شكرا لك محمد. شكرا لك سامي. إن شاء الله ديما ملمومين على فيها الجمعة الطيبة أكيد، وفيها المناسبة تحديدا ذكرى مولد النبوي الشريف، إن شاء الله ديما متسامحين. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته. مع السلامة. مع السلامة.